في أقل من 24 ساعة، وبعد اجتماع في القصر الرئاسي أعاد مصرف لبنان العمل بتعميم يقضي بسحب ودائع المودعين الدولارية على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بعد قرار قضائي بوقف هذا الإجراء وبعد غضب شعبي عم الشوارع. وبما أنه مصرف لبنان تقدم اليوم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان اعتباره أنه ما زال سارق المفعول. قرار مصرف لبنان سبقه تهافت المودعين الذين اصطفوا في طوابير لسحب ما يمكن سحبه من أموال خسرت أصلاً قيمتها. رقم 102 صار لي أكثر من ساعة ناطرة. معاش ما عم تقدر تسحبه، بدك تنطر 3 ساعات، إذا باقي مصاري أنت وحظك يعني، عارف كيف؟ خسر المودعون أموالهم بعدما حجزت عليها المصارف منذ أكتوبر 2019. تبخر الدولار من المصرف المركزي بفعل الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، وتم استحداث منصات للصرف على وقع انفلات السوق الموازية وانهيار العملة، وهكذا تسرق أموال الناس في لبنان. اختفت العملة الأجنبية من المصارف، وغرقت السلطة السياسية في لعبة معهودة تتقاذف فيها المسؤوليات من دون إيجاد حلول. المصارف والمصرف لبنان والسلطة مجتمعة من دون تجزئة عم بتجرب تحط الناس بوجه الناس، 3900 أو 1500، هيدي القاعدة غير مقبولة على الإطلاق ولن نرضى بها. حقنا الوحيد الثابت هو إعادة الدولار بالدولار فقط لا غير. ويقول متابعون إن الأزمة المفتعلة التي حلت سريعا على حساب القضاء ومبدأ فصل السلطات تهدف إلى الاستثمار السياسي، وإن ما يجري مسرحية مفضوحة تدخل فيها الشعبوية هربا من تحمل مسؤولية الانهيار ومن فضيحة الفشل السياسي على حد وصفهم. يقضي القانون بأن يحصل المودع على ودائعه الدولارية بالدولار، لكن السلطة السياسية والمالية قبضت على أموال المودعين وبات الحصول عليها ضربا من المستحيل. وبرأي خبراء فإن مسلسل الإفلاس النقدي والمالي في أوله، وأن فصوله الجديدة ستتكشف تباعا كل يوم. سلمان عندار، سكاي نيوز عربية، بيروت.